Salam Ibnat. Donc, في هذا الفيديو جي موريكم لي برودوي انديان لي انا جربتهم ونفعوني الشالي. دونك الا مشيتو شفتو في انستغرام لي فوتو ديالي غادي تلقاو بلي جوست قبل ما نعاود نجي هاد المرة صافي دو مو كنت قطعت شعري جوست كيتسي حد لهنايا. دابا شوفو الفرق. بعد دونك خليكم معايا في الفيديو نوريكم كاع لي برودوي لي استعملت. دونك اول حاجة غادي نبدا بها هو زيت ديال الكوكو. انا كنستعمل جوج هذا اللي هو 100% ناتوريل هذا او ميم طون كيتكال و كديرو في السلطه او ميم طون ديال الوجه ديال وديال الشعر بيان سور. وكاين هذا اللي هو هذا ديال الشعر. دونك هادو انا شي حاجه اللي ضروريه كنديرو من وجهي ديما قبل ما الناس اون فيت كنت ديما كيحتا بهم اي مزيانين الشعر مو اشاك فوا كنكون زعما ندوش ولا بدا نستعملهم زعما الا ما كنت ندير شي ماسك اخر زعما ناتشورال اللي عاد فيه داكشي ديال التخلاط وداكشي كنستعمل زيت ديال الكوكو. دونك كنديرو ابخي بيان سور راك عارفين كنديرو مساج مزيان الشعر. حاجه واحده اخرى اللي غادي نوريها لكم هو هذا و سوي سيغ غتكونو سامعين على هذا لي برودوي ديال اندوليخا اللي هما فريمون زوينين. هادو عندهم لي ماسك بحال هكا زيت اون فيت و عندهم حتى الشامبوان ديالو. الشامبوان ديالو هو لي كنستعمل 100% ناتورال. دابا المهم كيجي لهاد الشكل هذا فيه هاد اللعيبة هادي باش ديريكتومون كتابلاي كتابلاي زعما كيوصل حتى الجذور ديال الشعر ديالك. مي زعما اهم حاجة هو انه ديرو مساج ولا سي بوسيبل تاخدو فوطة سخونة وتحطوها فوق جمعو شعركم وتحطو فوق سخونة فوطة سخونة فوق شعركم. حاجة واحدة اخرى اللي غندوي عليها هي الشامبوان اللي كنستعمل انا هذا اللي هو 100% ناتوريل. غنوريكم باش نصاوب انا واخا نقول لكم باش نصاوب ما ديش تفهموا. المهم نصاوب داكشي فريمون ناتوريل فيه شي كاكاي اكاكيا كوم كيمو تولسي اوكتيمو. المهم هذا واحد المهم نصوب بشرة ديال النبتات مخلطين مجموعين. هيا يبان لك التصويرة هنا. دونك هادو الا جيتو لهين ولا لقيتهم سوغ انترنيت هادو زعمو و استعملوهم. اون فيت الريحة ديالو زعما ملي كتحلها كتشم الريحة زعما ديال النبسات و داكشي. ولكن ملي كتغسلي شعرك و كديري ماسك تكون فيها ريحة زوينة راه مكتبقاش الريحة. اون فيت مغاديش تكون ريحة خايبة من ديال البصلة حاجة وحدة اخرى اللي كنستعملها شعري مور ما ندوش و نشفو كلشي هذا بديل الزيت من اولترا دو. اون فيت هذا كنستعملو على ود حتى الريحة ديالو كتعجبني زوينة. دونك هادو هما لي برودوي زعما لي جوسكا ماتنون استعملتهم في الهند وعجبوني و فغيمون زعما إلا تانتوما جاتكم لوبورتينيتي باش تكونو في الهند ولا لقيتوهم اون لين زعما وشريوهم. وحاجة وحدة ما تنساوهاش عاوتاني تا المشطة اللي كتستعملو خاصة تكون مشطة مزيانة ما تكونش ماضية باش ملي تكون كتمشطارك باسكو راه هي ملي كتمشطارك بحال كدير ان مساج و ما تكونش ماضية باش ما ديرلكمش الفروة ديال الرأس ديالكم و صافي هادشي اللي نقول لكم. باي ذا واي انا يلاه رحلت لواحد الدار جديدة الا بغيتي ندير لكم ان توغ تشوفوا الدور ديال الهنود كيفاش دايرين خليوها ليا في كومنتار ونصور لكم فيديو العشاء.